المكان اللي احنا موجودين فيه ده نموذج بي 8. العمارة بتتكون من بدروم وأرضي وسبعة أدوار متكررة. كل عمارة فيها اتنين أسانسير. الدور فيه أربع وحدات. الوحدة حوالي 150 متر تقريبا، بتكون من ريسبشن وثلاث غرف ومطبخ واتنين حمام، منهم أوضة ماستر فيها الحمام بتاعها. التشطيب الأرضيات بتاعت الريسبشن بورسلين، الأرضيات بتاعت الغرف اتش دي اف. باب الشقة خشب عزيزي، قطعات الألمونيوم، قطعات من القطعات الكبيرة جامبو والتانجو وحاجات. مستوى التشطيب عالي زي ما حضرتك شايف. احنا جاهزين دلوقتي، الوحدات زي ما حضرتك شفت كده جاهزة للاستلام، منتظرين العملاء ان شاء الله. اللاندسكيب ورا في زي ما حضرتك صورت وشفت الخلصان موجود في الزراعات الموجودة. المشروع احنا ابتديناه من 3 سنين زي ما حضرتك شايف، المشروع بالكامل خالص كله. احنا معانا هنا 69 عمارة.